بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، اطلعت مؤخرا على بعض المراكز التي تعالج بالخلايا الجذعية. الحقيقة هذا النوع من العلاج نوع حديث جدا، وهو من أقوى أنواع العلاج، العلاج بالخلايا الجذعية. هذه المراكز أحيانا تشترط على المريض قبل العلاج أن يمتنع عن الطعام والشراب أو يخفف من الطعام والشراب بنسبة كبيرة جدا لمدة تقرب من شهرين. طبعا الحقيقة أنا تساءلت لماذا يطلبون هذا الأمر. يقولون إن الصيام لمدة طويلة جدا يحرض إنتاج الخلايا الجذعية. هذه الخلايا مهمة جدا لتشكيل أعضاء جديدة، وأهم عضو هو النظام المناعي. يعني اليوم أيها الأحبة، نحن أو العالم كله يسعى لتنشيط وتقوية النظام المناعي في مواجهة فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض. طيب كيف نقوي هذا النظام المناعي؟ الصيام ماذا يفعل؟ الجسم عندما يجوع ويعطش لفترات طويلة فإنه يقوم بإنتاج عدد كبير من الخلايا الجذعية. على فكرة الخلايا الجذعية أو الجنينية هي تلك الخلايا التي لديها القدرة على التحول لأي نوع من الخلايا. يعني مثلا قلبك فيه مشكلة، الخلايا الجذعية تذهب باتجاه القلب وتشكل خلايا قلب جديدة. حتى الدماغ أيها الأحبة عندما يحدث فيه ضرر، مثلا مرضى الزهايمر أو فقدان الذاكرة أو لديه جلطة دماغية أو غير ذلك، الخلايا الجذعية لديها القدرة على تجديد الخلايا العصبية في الدماغ. إذن الخلايا الجذعية مهمة جدا. وحتى هذه اللحظة، يعني نحن الآن في عام 2021 أتحدث معكم والعلماء لا يعرفون ما سر هذه الخلايا، لماذا هذه الخلايا لديها كل هذه القدرة. إذن أيها الأحبة، نستطيع أن نستنتج أن الجسم يمكن أن يعالج نفسه ذاتيا بإنتاج كميات هائلة من الخلايا الجذعية التي تتحول إلى خلايا مناعية، خلايا دم، حتى مقاومة السرطان تحدث بهذا النوع من الخلايا، خلايا عصبية، خلايا قلب، خلايا جلد، بحيث أنك عندما تصوم لفترة طويلة فإن هذا الجسم يقوم بعملية صيانة وتنظيف ذاتي. أنا لفت انتباهي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحقيقة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، دققوا أيها الأحبة، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من رمضان، من شعبان. نحن الآن في شهر شعبان. أنا أحببت أن أقدم لكم هذه المعلومة أيها الأحبة، بشرى مفرحة للمرضى، لمن لديه مخاوف من المرض. النبي يبشركم، والعلم الحديث يؤكد ويثبت صدق هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. لماذا كان النبي يصوم معظم شهر شعبان ثم يصوم رمضان كاملا؟ طبعا إذن هو يصوم بحدود الشهرين تقريبا. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. والله حديث يريح القلب أيها الأحبة. الأعمال ترفع في هذا الشهر. إذن أنا الآن أتحدث معكم في هذا الشهر الكريم، وعملي وعملك يرفع الآن، يرفع بين يدي الله. كيف تحب أن يكون عملك؟ هل تحب أن يكون فيه أذى للناس أو تقصير بحق الله، أم تحب أن يكون عملك كله خير؟
فكان النبي يحب أن يرفع عمله وهو صائم. الحقيقة السيدة عائشة رضي الله عنها كما في البخاري قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله تقريبا، يعني كان يصوم معظم شعبان. لماذا أيها الأحبة؟ أحبتي في الله، الصيام أثبت العلماء حديثا أن لديه قدرات هائلة على تجديد النظام المناعي بالكامل، إنتاج خلايا مناعية جديدة، إنتاج خلايا دم جديدة أيها الأحبة، خلايا بيضاء جديدة المتخصصة بمهاجمة الفيروسات. هذا الصيام أيها الأحبة يعتبره العلماء عملية من دون جراحة، يقولون إنك بمجرد أن تمتنع عن الطعام والشراب لمدة أكثر من 12 ساعة فإن الكبد يبدأ بالتخلص من السموم، الخلايا تبدأ بهضم الخلايا الصحيحة تبدأ بهضم الخلايا التلفة والشاذة والهرمة والمريضة. إذن الصيام هو إنعاش لهذا الجسد، ولكن الذي يهمنا الآن أنك أيها الأخ الحبيب، بدلا من أن تذهب إلى أحد هذه المراكز في أمريكا وهي من أحدث التقنيات في العلاج لتدفع بحدود $50,000 لكي يقوموا بحقنك بهذه الخلايا الجذعية لعلاج بعض الأمراض المستعصية، النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لك علاجا مجانيا، أن تصوم معظم شهر شعبان ثم تصوم رمضان كاملا، بحيث أن الصيام يكون من الفجر إلى المغرب بحدود 16 ساعة تقريبا. العلماء يحددون فوق 12 ساعة يبدأ الكبد بالتخلص من السموم، تبدأ الخلايا بهضم والتخلص من الخلايا التالفة والمريضة والشاذة. على فكرة الخلايا الالتهابية أو خلايا الالتهاب هي خلايا شاذة مريضة يتخلص منها الجسم. يعني تصوروا أحبتي في الله أنكم بمجرد الصيام تعالجون مشاكل الربو، مشاكل الاختناق، ضيق الصدر، مشاكل التهابات الصدر، مشاكل التهاب الأمعاء، حتى إن العلماء يقولون أيها الأحبة الخلايا الجذعية التي تتولد بنتيجة الصيام لفترات طويلة يمكن أن تتحول وتفيد الأسنان والعظام، عظام واللثة. مع العلم أن العلماء يعتبرون أن الانهيارات التي تحدث في منطقة الفم، اللثة والأسنان، لا يمكن إصلاحها، الخلايا الجذعية تصلحها. تصوروا، تصلح لك البصر، تصلح لك إذا هناك مشاكل في السمع، إذا كان لديك مشاكل في نظام عمل البنكرياس والسكري، نظام في الدورة الدموية وضغط الدم، مشاكل تصلحها هذه الخلايا الجذعية. هذه الخلايا لا تتولد بهذا الشكل الكبير إلا أثناء الصيام سبحان الله. لذلك احرصوا أحبتي في الله على صيام هذا الشهر أو معظم هذا الشهر، وسوف تجدون الفائدة إن شاء الله. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.